الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم معا في برنامج الإسلام والحياة، حلقات خاصة بشهر رمضان المبارك، نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله تعالى، مفتي الديار الليبية، وبارك الله في علمه وعمره وعمله. فحياكم الله مرة أخرى ومرحبا بشيخ. ماله في بضاعة وبعملات مختلفة، فمثلا عنده مال في ليبيا بالعملة الليبية وبالدولار، وعنده مثلا في الإمارات وتركيا بنفس العملات البلاد وبالدولار، كيف يجمع هذا المال؟ يسأل كيف يجمع هذا المال وكيف يعطي زكاة ماله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإني أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القاعدة أن الإنسان يجب عليه أن يؤدي زكاته إما في البلد الذي يوجد فيها هو أي صاحب المال، وإما في البلد التي فيها المال نفسه. يعني لو افترضنا أن شخص هو مقيم في الإمارات وماله في ليبيا، يجوز له أن يخرج زكاته في المكان الذي هو فيه وهو الإمارات، ويجوز له أن يخرج زكاته في المكان الذي فيه المال وهو ليبيا. والزكاة عندما تكون من عملات مختلفة أو تشتمل على ذهب وفضة ونقود محلية وأجنبية، عليه أن يجمعها كلها، تعد كأنها مال واحد. لو افترضنا أن الإنسان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من النقود، أو نصف نصاب من الدولار ونصف نصاب من العملة المحلية، فتجب عليه الزكاة لأنه يضم النصفين فيصيران نصابا، وعندما يضمهم يخرج الزكاة على قيمتهم السوقية، القيمة التي يسواها الذهب في السوق لو أراد أن يبيعه. بعض الناس يسأل يقول الذهب له سعران، سعر في المصرف مثلا وسعر في سوق الذهب، نعم، وكذلك الدولار له سعر في السوق السوداء وسعر في المصرف، نعم. أقول له يجب عليك أن تزكي بالقيمة التي يمكنك أن تبيع بها ما تملكه، لأن هذه القيمة الحقيقية التي تملكها. أنت عندما يكون مثلا للدولار سعر ب 130 وسعر آخر ب 150، نعم، هل تبيعه ب 150 ولا تبيعه ب 130؟ أكيد بالأكثر، طبيعة الحال يبيع ب 150، نعم، وعليه أن يزكي على أساس قيمة ال 150، لأنه يجب عليه أن يزكي على ما يملك، وهذه قيمة حقيقية يملكها، يستطيع أن يذهب إلى السوق ويقبض ثمنها في الوقت. طيب. فعليه كل هذه الأموال لمختلفة العملات يجب عليه أن يجمعها ويقيمها بالقيمة السوقية التي يستطيع أن يبيع بها، ويخرج على الجميع 2.5%. طيب شيخنا الكريم، ينطبق هذا الكلام على التجار الذين عندهم بضائع ويسألون كيف يخرج زكاة ماله؟ هل يخرجها بما اشترى هذه السلعة أو بسعر البيع أو سعر الجملة؟ نعم، العلماء لهم عدة آراء مختلفة في هذا، منهم من يقول يؤدي الزكاة على سعر الشراء، ومنهم من يقول على سعر البيع، وهل البيع بالتجزئة
بها بالجملة، ويعدل هذه الأقوال والآراء وأصوبها وأولاها بالصواب، أنه يجب على صاحب البضاعة أن يقومها بالسعر الذي يبيعها به بالجملة لو أراد أن يبيعها جملة. لأن كما قلنا يجب على الإنسان أن يزكي على ما يملك وقت الزكاة. نعم. وهو في الواقع المال الذي يملكه هو الذي يستطيع أن يتحصل عليه لو أراد أن يتخلص من بضاعته كلها بالجملة، ذلك هو الثمن والقيمة الحقيقية التي يملكها بالفعل. نعم. أما سعر التجزئة قد يكون هو سعر مرتفع، لكن في الواقع لا يملكه، لأنه قد يبيع جزءا منها كما هو يظن، ولكن بعد شهر وبعد شهرين لا يدري ماذا يكون السعر، هل يزيد ارتفاعا أو ينخفض، أو لا تسوى بضاعته شيئا. فكأنه عندما يبيع على سعر التجزئة كان يبيع على شيء بعضه يملكه وبعضه غير متحقق من ملكيته. نعم. أما عندما يبيعها بسعر الجملة في ذلك الوقت وقت الزكاة، نعم، فذلك ثمن وقيمة يملكها حقيقة. وهذا هو الرأي الراجح في المسألة، أي أن التاجر يتمن سلعته بسعر الجملة التي يمكن أن يبيعها به وقت الزكاة. جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا رجل، أو بصورة أخرى حتى يكون المسألة واضحة، تفضل شيخنا. سعر الجملة التي تباع السلعة في ذلك الوقت، يعني لو يبيع مثلا هو السكر، يسأل على السكر في ذلك الوقت وقت الزكاة بكم يباع بالجملة، فعلى ذلك الأساس يزكي سلعته. جميل، بارك الله فيك شيخنا. السؤال الثاني شيخنا، رجل يسأل يقول أنه مسؤول عن جلب الطعام لعمال في الشركة، يعني كأنها شركته هذا الرجل، ويحضر لهم الطعام كل أسبوع، تموين أسبوع كامل، ولكن لاحظ أن هؤلاء العمال وهم مسلمون حقيقة من بلاد غير عربية، يطبخون الطعام ويأكلون وقت الغداء. فهو الآن يقول أنا ما حكم الشرع، أصبحت أجلب لهم الطعام وهم يأكلون وقت الغداء، وهو لم يحضر لهم لأجل الغداء وإنما أحضر لهم الطعام فقط، يعني في نهار رمضان، يعني في نهار رمضان. نعم، هم يطبخون الطعام ويأكلون الغداء في نهار رمضان، ونصحهم ولكن لم يستجيبوا لنصيحته. ينبغي ألا يعينهم على ذلك، وإما أن تبلغ عليهم الجهات المسؤولة بحيث يمنعونهم، إن كانوا مسلمين يمنعونهم من الأكل في نهار رمضان، إن كانوا مسلمين، وإن كانوا غير مسلمين فهذا شأنهم. لكن لا ينبغي أن يعينهم أيضا على إحضار الطعام في نهار رمضان، عليه أن يحضر لهم في أوقات الأكل التي يجوز فيها الأكل لا في النهار. هو شيخ أنه يحضر لهم الطعام أسبوع كامل، الإفطار الغداء يفعلون ما يشاءون، هو يحضر لهم الطعام أسبوع كامل. لكن كما قلت لك، إن كانوا مسلمين فلا يجوز أن يعاملوا على هذا الأساس، ولا أن يحضر لهم الطعام. والجهة التي يتبعونها في العمل يجب عليها أن تراجع أمرهم وتنظر في شأنهم، فإن كانوا يدعون الإسلام وهم غير ذلك فهؤلاء يعني ليس عندهم صدق وليس عندهم مصداقية، يعني هذا ربما يدل على أن لهم غش ربما حتى في الأعمال التي تسند إليهم. نعم. مدام لم يؤتمنوا حتى على في ديانتهم أنهم قالوا أنهم يعني مسلمون وفي الواقع أنهم يأكلون، فهذا يدل على أن ربما تتزعزع فيهم الثقة حتى في الأعمال التي تسند إليهم. وذلك الجهة التي تتولى أمرا يجب أن تعيد النظر فيهم وتطلب منهم أن يبينوا ويوضحوا الأمر كيف هم مسلمون ويأكل في نهار رمضان، ولا يجوز للسلطات أن تسمح للمسلمين أن يأكل في نهار رمضان. نعم نعم شيخ، لكن إذا ترتب عن هذا هو يعني عقد معهم، عقد طويل جدا طويل الأمد وشركة كبيرة، يعني يترتب عليه يعني خسارة لأمواله، فما الحمل في هذه الحالة؟ هو الحل ينبغي أن تقوم به الجهة التي أحضرتهم وتعاقدت معهم، وليس هذا المقاول المتعاقد، لأن يجب أن يحيل المسألة إلى الجهات المسؤولة والجهة التي تعاقدت معهم على العمل. ينبغي أن تعالج المسألة برمتها، لا تعالج معالجة جزئية بين هذا المتعاهد بإحضار الطعام والتعاقد معهم.
فينبغي أن يكتب تقرير للجهات المسؤولة بهذا الأمر، لأنه كما قلت هذا يدل على أن هؤلاء الناس ليس لهم مصداقية، ربما حتى العمل الذي يرسل إليهم لا يعتمدون عليه فيما يتعلق بصيانة أو يتعلق ربما بإنشاءات وبكذا، ربما هذا يضر بالبلد يضر بالدولة، لابد يتحقق من هذا الأمر. نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، من وافق ورده يوم الخميس، لأن رمضان كان الجمعة، بعض الناس يصومون يعني حتى النصف الثاني من شعبان، ورفق ورده يوم الشك يوم الخميس، هل يصوم أم لا؟ يسأل بعض الناس يعني. نعم، أعيد السؤال. من وافق ورده يوم الشك هل يصومه أم لا؟ من وافق ورده نعم يوم يصوم في شعبان، فكان يوم الخميس هو يوم الشك، وهو عادة يصوم دائما. نعم، صوم يوم الشك منهي عنه عند علماء المالكية لمن أراد أن يصومه احتياطا على أنه من رمضان يريد أن يحتاط في العبادة، يقول أنا أصوم، فإذا كان هو رمضان يبقى أن يؤدي الفرض الواجب، وإذا كان هو ليس رمضان فلا يضرني أنهي طاعة وصمتها. العبادة لا تأخذ بهذه الصورة، بصورة التردد، إن كان كذا فأنا أصوم، وإن كان كذا. العبادة لابد أن تكون على وجه جازم، على يقين، السنة سنة والفرض فرض، والمراتب العبادة كل عبادة لها مرتبة يجب أن يدخل عليها المسلم بيقين وبنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والتردد في النية لا يجوز. ولذلك النهي في صوم يوم الشك لهذه العلة، وهو من أراد أن يصومه احتياطا. لكن لو وافق كما قلت أنه يصوم يوم بعد يوم، أو يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس ووافق يوم الشك، فلا حرج عليه. طيب شيخنا الكريم، هناك رجل يقول أنه عياذ بالله جامع زوجته في نهار رمضان، فما حكم ذلك؟ أي معصية من كبائر الذنوب، لأن انتهك حرمة الشهر وانتهك بمعصية وأبطل صومه وأفسده، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم، وأن يعطي كفارة صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. طيب شيخنا، من صام أو من أفطر يوما متعمدا ما حكمه؟ من صام أو أفطر يوما متعمدا، من أفطر يوما متعمدا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، وأن يعطي كفارة صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة ورد في الجماع، وعلماء المالكية قاسوا مسألة انتهاك حرمة الشهر بالطعام والأكل والشرب على مسألة الجماع، لأن العلة فيهما واحدة، وهو انتهاك حرمة الشهر عمدا بمفطر يفسد الصوم ويبطله، لأن الصوم يفسد بشهوتي البطن والفرج، وشهوة الفرج ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جامع في نهار رمضان. نعم، وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. نعم، فقاسوا عليه أيضا ما انتهك حرمة الشهر بالأكل متعمدا. طيب شيخنا الكريم، بعض الناس يسأل يقول أنه يصوم ولا يصلي، فما حكم ذلك؟ الصلاة أعظم، ربما بعض الناس يعني يرى أن كبيرة أن لا يصوم ويستصغر أمر الصلاة، وهذا من اتباع العادات. نعم، تحكيمها في الدين. أما حرمة الصلاة في شرع الله عز وجل فهي أعظم العبادات حرمة، أعظم الإسلام بعد الشهادة هي الصلاة، والإنسان إذا صلحت صلاته يصلح عمله، وإذا فسد صلاته يفسد عمله، كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك على الناس أن ينتبهوا لهذه المسألة. بعض الناس ربما ينام عن صلاة الفجر ولا يصلي الفجر، وبعضهم يجمع الصلوات كلها في وقت واحد. نعم، وبعضهم قد يصلي بعض الأوقات ويترك بعض الأوقات، ولكن إذا أتى شهر رمضان فإنه
يحرص عليه بالتمام والكمال ويعطيه حرمة ويعطيه يعني يكون له في نفسه أثر كبير وأثر عظيم. أقول نعم ينبغي أن يعني يكون للمسلمين يكون للصوم في نفوسهم أثر عظيم وحرمة، لكن هذا ينبغي أن تكون في نفس هذا الشخص حرمة للصلاة أعظم من حرمتي الصوم في نفسه. نعم. الصلاة منزلته أعظم في الإسلام. نعم شيخنا الكريم، امرأة تسأل أنها أسقطت جنين لها، فما حكم ذلك وكان عمره 6 أشهر، ومرة أسقطت وعمره 8 أشهر، فما حكم هذا الجنين وما حكم هذه المرأة، ماذا تعمل وهي كانت صغيرة زمان، الآن عمرها كبيرة 80 سنة أو 90 سنة، ولما كانت صغيرة عمرها 14 أو 18 سنة؟ في مسألة الإجهاض في الأيام الأولى ما قبل 40 أو حتى ما قبل 120 يوما، لكنهم لم يختلفوا بإجماع الأمة أن إسقاط بعد 120 يوم بعد 4 أشهر حرام قطعا، لأن هذا قتل لنفس، تنفخ فيه الروح الجنين بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح ويصير إنسانا وخلقا سويا، فالاعتداء عليه كأنه اعتداء على إنسان موجود أمامك، فمن اعتدى عليه يسمى قتل نفسا متعمدا، وهذا أيضا يعد مثل قتل النفس. من أسقط جنين عمره 6 أشهر أو 8 أشهر فكأنما اعتدى على نفس وقتلتها، ويعد من قتل العمد، و يجب عليها التوبة إلى الله عز وجل والندم، وكفارة الجنين هي الغرة، يعني الدية تأديته دية وغرة، ويجوز نصف عشر الدية الكاملة يأخذها الورثة، ورثة الجنين إلا إذا تنازعوا عليها لمن يعني حصل منها الإسقاط. ومسألة الصوم، هل يجب عليها صوم ولا يجب عليها صوم؟ العلماء على خلاف في هذه المسألة، علماء المالكية يرون أن الصوم مندوب، صوم مندوب في إسقاط الجنين وليس واجبا، وغيرهم من العلماء يرون أنه يجب الصوم، ولكن الإثم والمعصية وأن كبيرة من الكبائر مثل قتل النفس الجميع يتفقون على ذلك. طيب شيخنا الأخ المخرج أخ صلاح، لو نستقبل الأسئلة بارك الله فيك من الهاتف، لو نستقبل الأسئلة بارك الله فيكم. شيخنا الكريم، نعم التلفظ بالنية، شيخنا يسأل كثير من الناس عن التلفظ بالنية، بعض الناس يتلفظ كل ليلة بالنية، فما حكمه؟ لا هذا غير مطلوب. التلفظ بالنية لم يرد في السنة إلا في الإحرام بالحج والعمرة، عندما يريد الإنسان أن يحرم بالحج ويحرم بالعمرة عند الميقات يقول لبيك عمرة لبيك حج لبيك حج وعمرة، فالتلفظ بالنية اللهم إني أريد الإحرام بالحج اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة، التلفظ بالنية في الحج والعمرة هذا مشروع وارد في السنة. أما ما عداه من العبادات الأخرى فالنية محلها القلب ولا ينبغي التلفظ بها، وحرص الناس أحيانا على التلفظ بها هو الذي يدخلهم أحيانا في الوسواس، يبقى يتلفظ وبعد أن يكمل اللفظ يقول أنا ربما بعض الحروف لم تخرج من مخارجها الصحيحة، فيعيد اللفظ مرة ثانية وثالثة ورابعة بعد ذلك حتى يصل إلى أن يكون موسوسا الشيطان يفسد عليه عبادته، وذلك منهي عن التلفظ بالنية في جميع العبادات، الوضوء أو الصلاة أو أي عبادة من العبادات الأخرى، لا ينبغي الإنسان يتلفظ بالنية، والنية محلها القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والنية معناها العزم، النية في حد ذاتها معناها العزم على الشيء، تريد أن تعزم على الشيء، والعزم هذا محله القلب. نعم. عندما الإنسان يعزم على ويدل عليها القرائن، يعني بعض الناس ربما يتشكك يقول أنا ربما لم أنوي الصوم، قد يكون صومي باطل،
وربما أنا لم أنوي الوضوء، قد يكون وضوئي باطل. أقول له عندما توجهت إلى محل الوضوء فتلك هي النية، توجهك إلى ذلك المكان هذه هي النية والعزم أن تتوضأ. عندما قمت في ليل رمضان بصلاة التراويح وإلا قمت في آخر الليل بأن تأخذ شيء من الطعام، هذه هي النية، هذه قرينة على أنك أنت عازم على الصوم. نعم. فالقرائن التي تحف بالإنسان هي تكفي وتدل على أن النية موجودة عنده، ولذلك لا يجب على الناس أن يرهقوا أنفسهم بمسيرة النية والتلفظ بها. جزاكم الله خيرا شيخنا. رجل شيخ اعتمر بوالدته وفي الطواف الأخير كأنه أشفق عليها في السادس وقال انتهينا، ثم رجع إلى ليبيا، فما حكم هذا الرجل أو حكم عمرة هذا الرجل؟ على كل حال بعد الوقوع والنزول هناك بعض العلم من يرى أن الاتيان بأكثر العدد في أشواط الطواف يسقط عنه الركنية، وأن بعد فوات الأوان وعدم القدرة على التدارك ربما هو أفسد حتى طوافه أو أفسد إحرامه بشيء من مفسدات الإحرام، فهذا لا بأس أن يعطي هديا ويقلد الرأي الذي يقول أن الإتيان بأكثر الأشواط يغني عن الطواف كاملا. طيب بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا الكريم، استثمار أموال الزكاة، بعض التجار بارك الله فيهم يخرج زكاة ماله ويشتري أرض ثم يبني عليها الشقق، فيسأل يعني ما مقدار الشقة ويعني صغرا أو كبرا، يعني صغيرة أم كبيرة، كيف تكون؟ نعم، الشقة لي خاصة بالزكاة ولا شيء؟ خاصة بالزكاة للفقراء. نعم، هو الزكاة تصرف يعني للحاجة، الذي يعطى من الزكاة هو الفقير، والتعريف الفقير الذي تصرف له الزكاة هو الذي ليس له من الدخل والمرتب ما يكفيه لقضاء حوائجه الأساسية من الأكل والشرب والسكن واللباس ومصاريف الأولاد ومصاريف الدراسة ومصاريف المواصلات ومصاريف الكهرباء، فواتير الكهرباء، المسائل الحاجية التي عامة الناس أو الذي يعيش عيشة وسط لا تتوفر له. فإذا كان لا تتوفر له هذه المعيشة، حتى لو افترضنا أن مرتبه مثلا 500 أو 600 أو 700، ولكن لا تغطي له هذه الأشياء الحاجية، وقبل أن ينتهي الشهر يجد نفسه محتاجا ويطلب من يعينه في مثل هذه الحاجات الحاجيات الأساسية، فهذا يسمى مستحقا للزكاة. من هذه الأشياء الحاجية هو السكن، إذا كان ما عندهش، ما هو صاحب سكن بالإيجار يعان من الزكاة لدفع الإيجار، لكن له قدرة عليه على دفع الإيجار. كذلك إذا كان ما عندهش بيت وعنده إمكانية قطعة أرض صغيرة قدر حاجة للبناء ضروري يسد حاجته ويؤويه ويؤوي أهله وأسرته، فينبغي أن يعان من الزكاة لبناء هذا البيت. ولكن الناس تتفاوت، من الناس من يبني بيت على مسافة 400-500 متر مربع من ما يبني على 100. أقول الذي ينبغي أن يكون، لأن المطلوب هو إغناء الأشياء الحاجية له، الحاجية في أقل مسكن ممكن يأويه بصورة معقولة بحيث لا يحتاج معها إلى سكن آخر. فإذا كان السكن الأسرة المتوسطة بحدود 80 متر أو 90 متر مربع، إذا كان يجهز تجهيز جيد يعني تصميم يعني مقبول، هذا يكفي لإيواء أسرة، وينبغي أن لا يزيد على ذلك. لأنه إذا كان بالعادة أن هذا يكفي لإيواء أسرة، مع ذلك الزيادة عليه هذه زيادة لا حاجة لها، غير محتاج إليها الإنسان. والزكاة لا تعطى إلا في الحاجيات. فإذا كان 80 متر و90 متر تكفي لإيواء أسرة، فمعنى هذا لو يبني هو بيت ب100 أو 200 أو 150،
فكان يعطى فوق حاجته والزكاة لا تعطى فوق الحاجة. نعم. ولكن بأن تكون هذه المسائل مضبوطة بقدر الحاجة. والبناء ينبغي أيضا يكون البناء اللي هو معتاد، ليس فيه الناس الآن في البناء يسرفون إسرافا كبيرا. نعم. البناء بالحجارة يعيش عشرات بالمئات السنين، فبعض الناس يرى أنه لا يمكن أن يؤسس بيت إذا كان بخرسانات مسلحة وقواعد وإلى آخره. أقول هذا غير مطلوب في بناء البيوت التي تبنى من الزكاة، لأن هذا فيه تضييع مال كثير، غير الناس لا يستفيدون منه شيء، وإنه مجرد يعني مال يوضع هكذا ويهدر من غير أي فائدة منه. والزكاة لا تصرف إلا في الأشياء التي لا بد منها، اللي هي حاجيات الناس. طيب شيخنا، هل يمكن دفع الزكاة شيخنا الكريم لشراء الدواء أو لإرسال شخص مريض للعلاج بالخارج بارك الله فيك؟ الزكاة تصرف لمصارف محددة حددها القرآن في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فمن كان يطبق عليه وصف الفقر أو المسكنة بالتعريف الذي ذكرناه وهو أنه محتاج لمعيشته، فهذا تعطى له الزكاة. نعم. أما إذا كان الشخص غير محتاج لمعيشته المعتادة ويستطيع أن ينفق عن نفسه، وغير ما فيه جاءته يعني نائبة من نوائب الدهر، مرض أو أي مصيبة تحل بالإنسان وترتب عليها تكاليف كبيرة، فهذه النوائب لا تدفع من الزكاة، وإنما الناس يتعاونون عليها من فضل أموالهم ولا تدفع من الزكاة. وإذا كان هذا الشخص لم يجد من يعينه من فضل ماله، يستطيع أن يتداين ويدفع هذه النائبة عنه سواء كانت مرض أو غير ذلك. ثم بعد ذلك إذا لم يستطع أن يسدد هذا الدين وصار مدينا، دخل في الغارمين الذين يستحقون الزكاة، ويجب أن تدفع عنه الزكاة باعتباره غارما. أما إذا كان الشخص حداد لا ينطبق عليه وصف الفقر، ولا هو مدين، ولا هو ابن السبيل، ولا هو في سبيل الله ولا غير ذلك، وإنما هو احتاج فقط ليعمل عملية جراحية تكلفه 50,000 إلى 20,000 إلى 30,000، فهذه لا تعطى من الزكاة. بارك الله فيك شيخ. هل تدفع الزكاة يا شيخ لمن أراد الذهاب للحج بارك الله فيك؟ علماء الملكية لا يرون أن الزكاة تدفع لذهاب الحج، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا غير مستطيع. فإذا كان أعطي الزكاة لفقره لأنه فقير ثم بعد ذلك أراد أن يحج بها، فله أن يحج. نعم. لكن من بداية الأمر أن تدفع الزكاة من أجل إحجاج الناس أن يحجوا، فليس هم أيضا من مصارف. طيب شيخنا الكريم، يكثر التسول في هذا الشهر من بعض الناس، فنرى بعض الناس يعطي بغير تثبت لهؤلاء، فما حكم الذين يسألون وما حكم الذين يعطون بغير تثبت؟ إيش التثبت؟ التثبت للفقراء، هل يجب علينا أن نتثبت أولا قبل أن نعطي؟ الزكاة للفقير يعني؟ لا، حتى صدقة في الشارع، هناك المتسولون يا شيخنا الذين يتسولون في الشارع الآن. نعم. هو مسألة الآن لا يخفى أن كثير من الناس يتصنعون الفقر ويتصنعون المسكنة، وبعض الناس ربما حتى يكونون محترفين ويدعون الفقر ويدعون الحاجة ويدعون المرض، وتجد عندهم أوراق وعندهم حتى قصص، سواء كانوا من أهل البلد وحتى من الذين يفدون من خارج البلد. صحيح. أحيانا بقصص يعني غريبة يستدرون بها عواطف الناس، وهناك حتى من يدعي أحيانا يقول أنه دخل في الإسلام وهو يعني أصلا غير مسلم، يقول هو دخل في الإسلام ليستدر عاطفة الناس بحيث يجمعوا له المال. هذه المسائل ينبغي الناس يحتاطوا منها، ولكن لا ينبغي أن يبالغ أيضا في الاحتياط، بمعنى أن نحرم أنفسنا من فعل الخير. كل من يأتيك محتاجا تفترض فيه سوء النية
وتصرف النظر عنا ولا تعينه ولا تساعده. لينبغي أيضا المساعدة بالأشياء الصغيرة، الإنسان ينبغي أن لا يحرم نفسه من الأشياء القليلة، لكن من أتى وأراد أن يطلب مال كثيرا لأنه يجري عملية أو لأنه يعني عنده مصيبة نزلت به ويريد إعانة لها بال، فهذا ينبغي التحوط في شأنه والتثبت منه بأن يؤخذ اسمه وعنوانه ومعلومات وافية عنه ثم يسأل عنه، فإذا وجد من يزكيه وأنه من أهل الحق وأنه بالفعل محتاج فهذا ينبغي على الناس هم الذين يسعون إليه ويوصلون إليه صدقاتهم، لأن الصدقة حينها تقع موقعها والله عز وجل يعظم بها الأجر. أما إذا تبين أنه يعني على نصب أو احتيال أو غير ذلك فيمكن التخلص من شأنه. فالأمر الذي ينبغي أن الناس تنتبه إليه أنه ليس كل إنسان يطرد، كل من يأتي يسأل يفترض فيه سنية، بل ينبغي التريد في أمره وأخذ عنوانه والسؤال عنه وتثبت فيه وبناء على ذلك يعطى أو يمنع. أما الصدقات القليلة الدينار والدينارين والثلاث دينارين والثلاث دينارات إنسان يتسول في الطريق، فإذا كان الإنسان لا يعلم أنه محترف فينبغي أن يعطيه هذه الصدقة. أما إذا كان جربه ورآه وجهه في مواطن كثيرة وهو إنسان هذه مهنته وهذه حرفته أنه يقبل الناس ويستجدي وصارت هذه مهنة له، فهذا لا ينبغي أن يعطى ولا ينبغي أن يشجع على هذا الأمر، بل ينبغي أن ينهى حتى يكف عن هذه المخالفة الشرعية. طيب شيخنا الكريم، هناك بعض الناس شيخنا الفاضل سجن في السجن أيام الأحداث وترك الصلاة لأنه يعني ظن أنه الدماء كان مدرجا في دمائه وكان يبول عليهم السجنين يبول على هؤلاء الشباب، فقال ترك الصلاة لتلك الفترة، فما حكم تركه للصلاة في تلك الفترة؟ هل يعيد يقضي صلاته أم لا؟ هو لماذا ترك الصلاة؟ ترك الصلاة لأنه كان دماء كله يعني دم، دم أنه نجاسة، كان يجهل المسألة كله دماء وكان يعني بعض الحراس يبول عليه مسكين يعني. يعني ظن أن هذه النجاسة تمنعه من الصلاة. بالضبط، نعم هذا هو شيخنا، نعم. هذا سبب غياب الفقه وغياب العلم، لأن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. والله عز وجل يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والصلاة الله تبارك وتعالى خفف فيها على الناس لكنه لم يسقطها عنهم ما دام المكلف بعقله، فإذا كان الإنسان لا يزال بعقله نعم. فلا تسقط عنه الصلاة بصورة من الصور وهو مكلف نعم. فإذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالسا، وإذا لم يستطع أن يصلي جالسا يصلي مضطجعا مستلقيا، وإذا لم يستطع أن يغتسل أو لم يستطع أن يتوضأ يتيمم، وإذا لم يستطع أن يحرك جسمه يشير برأسه. فالصلاة لا تسقط عنه بحال من الأحوال ما دام عقله لم يستطع أن يتطهر من النجاسة يستطيع أن يصلي بالنجاسة. يعني الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالذي عنده ثقه انه ينبغي ان يؤدي الصلاه ما دام بعقله، والناس ربما يخطئون كثيرا في مثل هذه المساله، حتى ان من يمرض مرضا خفيفا ويدخل المستشفى يقول ذلك ويعوق عن الصلاه ويقول انا مريض الان ولا استطيع ان اصلي. وكذلك لو كان عنده شيء من النجاسات كما قلت، بعض الناس يبدا عنده خرطوم يخرج البول في كيس يقول انا احمل النجاسه كيف اصلي؟ اقول لا، يجب عليك ان تصلي، واذا صليت فانت والنجاسه معك وانت لا تقدر على ان تزيلها لانك مريض فالله يعفو عنك ويعظم اجرك، يعطيك اجر الابتلاء ويعطيك اجر الصلاه.
أما إذا تركت الصلاة جهلا وتقول لا ما دام أن يهدي النجاة فلا أصلي فأنت آثم وعاصي، لأنك رددت على الله عز وجل رخصته، رخص لك أن تصلي بالنجاة وأنت رددت على الله الرخصة، رددت عليه رخصة، رددت على الله عز وجل رخصة، وهذا لا ينبغي المسلم أن يفعله. وأيضا معصية أخرى وهو أنك تركت ركنا من أركان الإسلام وهو الصلاة. والمريض ينبغي أن يكون أحرص ما يكون من القرب الله عز وجل وقت المرض، لا ينبغي أن يكون بعيدا عنه ويترك العبادات حقا، أركان العبادات مثل الصلاة يتركها. فهذا ينبغي أن يلتفت الناس إليه وينتبهون إليه. فوجود الدم ووجود النجاسة الذي لا يقدر الإنسان عن أن يدفعها عن نفسه، إما للعجز وإما لعدم وجود الماء وإما للمرض وإما لأي عذر آخر، فهذه النجاسة لا تمنع من الصلاة، بل الصلاة صحيحة وعلى المسلم أن يصلي حتى مع تلبسه بالنجاسة. بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، رجل ابتلي بالتلفظ بكثرة الطلاق، فزوجته تقول يعني لا أدري ما حكمي الآن، هل هي طالق أم لا؟ دائما يتلفظ وعياذ بالله بالطلاق، ثم يرى غيرها فيفعل يعني ما يراه. يعني الله تبارك وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمرأة كما تحلها للرجل كلمة هي سماها القرآن ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو عقد النكاح الذي حلها له. كما أن المرأة تحل للرجل الأجنبي عنها بكلمة وهو عقد النكاح، فإنها أيضا تحرم عنه بكلمة وهي كلمة الطلاق. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين. ولذلك ما ينبغيش الناس تأخذ العواطف ويقولوا لا هذا الرجل يعني وإن طلق 4 ولا 10 حتى 100 مرة حين يطلق يقول والله هذا عنده أولاد وعنده أطفال وهذه أسرة وهذه أسرة أسرة تمزق. فالعباد ليسوا أرحم بعباد الله من خالق العباد، لأن هو الذي قال تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق هو مرتان فقط، فإذا كانت هذه المرأة تعلم أن زوجها طلقها أكثر من مرتين 3 و4 وكذا فلا تحل له. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس وقال له إنه طلق زوجته 99 مرة، فقال له 3 حرمت بهن والباقي السبع، هو قال طلقها 100 مرة، قال له 3 حرمت بهن و97 دخل بها آيات الله هزوا. هذا يسخرون من كتاب الله ومن أحكام الله ومن شرع الله، لأن الطلاق لا يكون إلا 3 مرات فقط، أما ما زاد عنه قال من اتخاذ آيات الله هزوا كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب شيخنا الكريم، هل يلزم الأولاد بالصيام كما يلزمون بالصلاة في العشر في عشر ثم علموهم لعشر؟ يعني إذا كان الأولاد يعني يقربون ناهزوا البلوغ وعندهم قدرة على الصيام فلا بأس أن يعودوا عليه وأن يوجهوا إليه وكما يعودون على الصلاة. أما إذا كان الصبي صغير لا يطيق فلا ينبغي أن يرهق بالصوم، لأن الصلاة لا تأثير عليها على البدن. يوم الإنسان بالصلاة ل7 سنين بحيث تتعود وتكون له فائدة، كلها فائدة لأنها تتكرر كل يوم، لها فائدة في سلوكه يتعود عليها. أما الصوم إذا كان هو بعيد عن البلوغ وسنه صغيرة جدا فهذا لا ينبغي حتى في ال7 سنين أن يؤمر بالصوم، لأن الصوم قد يؤثر على صحته. أما إذا قارب البلوغ وعنده قدرة ولا يضره الصوم فلا بأس أن يعود على الصوم أيضا. طيب شيخنا الكريم، تسأل بعض النساء هل صلاة التراويح في بيتها أفضل أم في المسجد؟ لا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، سواء التراويح أو غير التراويح.
التراويح، صلاة التراويح مثلا اختلف فيها أهل العلم هل صلاتها في البيت أفضل صلاة التراويح للناس جميعا يعني ليس للنساء للرجال، هل صلاته في البيت أفضل أو صلاته في المسجد أفضل؟ جمهور العلماء يرون صلاتها في المسجد أفضل، ومالك رحمه الله يرى أن صلاتها في البيت أفضل، وذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتومة. والتراويح أيضا من جملة الصلوات هي غير المكتوبة، وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في البيت أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وصلى.